السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في برنامج كورونا اليوم، والبداية مع إحصاءات الإصابات والوفيات. في إجمالي الإصابات حول العالم، ارتفع عدد إصابات كورونا إلى ما يقرب من 16 مليون إصابة، فيما الوفيات هي بحدود 638 ألف حالة وفاة حول العالم. أما في عدد الإصابات الأعلى، فما تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي الأعلى بعدد الإصابات وعدد الوفيات. الإصابات فيها تجاوزت 4 ملايين، فيما الوفيات فيها تقترب من 150 ألف حالة وفاة مؤكدة في الولايات المتحدة الأمريكية. الوفيات والإصابات من حيث العدد الأعلى في أمريكا اللاتينية هي في البرازيل، الإصابات فيها بحدود 2.25 مليون، فيما الوفيات فيها هي بحدود 84,251 حالة وفاة حتى هذه الساعة. والكثير من دول العالم كما تعلمون تعطي أو تسجل الأرقام الوفيات في ساعات متأخرة من الليل. في الهند الوفيات بحدود 31,000 حالة وفاة، أما الإصابات فيها فهي 1,300,000 حالة إصابة مؤكدة. أما في روسيا فالإصابات فيها تقترب من أو هي فوق 800,000 حالة إصابة، أما الوفيات فيها فهي فوق 13,000 حالة وفاة بفيروس كورونا في روسيا الاتحادية. أما في جنوب أفريقيا الوفيات هي كما تلاحظون هنا 6,093 حالة وفاة، فيما الإصابات فيها فوق 400,000 حالة إصابة. في البيرو في أمريكا اللاتينية، من الدول التي ترتفع فيها الإصابات والوفيات مقارنة بعدد السكان، الإصابات فيها 371.96 حالة إصابة، فيما الوفيات فيها هي فوق 17,000 حالة إصابة. أما في المكسيك الوفيات تقترب من 42,000 حالة وفاة، فيما الإصابات فيها 370,712 حالة إصابة مؤكدة. وعندما نقول حالة إصابة مؤكدة هي حالات الإصابة التي تعلنها السلطات بناء على اختبارات الكشف عن فيروس كورونا. في تشيلي الإصابات تقترب من 340,000 حالة إصابة، فيما الوفيات تقترب من 9,000 حالة وفاة مؤكدة. في إسبانيا، وبها نختم الإصابات والوفيات، الأرقام كما تشاهدون لا تختلف كثيرا، يعني ولم تختلف كثيرا منذ شهر. الإصابات في إسبانيا حتى الآن إجمالي الإصابات وصل 317,000، لكن معظم هذا العدد هو قبل شهر أو حتى شهر ونص من الآن. أما الوفيات فيها فرقم 28,000 ثابت منذ شهر، لكن يختلف. إسبانيا تسجل يوميا بين 5 إلى 10 حالات وفاة يوميا. الآن ننتقل أعزائي المشاهدين إلى أبرز القرارات الأممية والدولية المرتبطة بالجائحة خلال الساعة 24 الماضية. الصليب الأحمر الدولي يحذر من موجات هجرة جديدة، وذلك حالما يتم فتح الحدود بين الدول بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور في كثير من دول العالم والذي ازداد تدهوراً جراء كورونا. في الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الأمريكي يلغي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بسبب جائحة كورونا والمخاوف من زيادة حالات كورونا بسبب الاكتظاظ في هذه المهرجانات الجماهيرية. في إسبانيا تحذيرات من موجة ثانية مع ارتفاع عدد الإصابات، لكن مرة أخرى كما قلنا في الفقرة الأولى هو الارتفاع نسبي مقارنة بعدد الإصابات الكبير الذي كان في بداية الجائحة في مارس آذار الماضي، حيث كما تذكرون كانت إسبانيا وإيطاليا من الدول الأولى في العالم بعدد الإصابات. أما في فرنسا، ارتفاع في عدد إصابات كورونا، والسبب هو عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. في بلجيكا، ارتداء الكمامات أصبح إجبارياً في الأماكن أو المباني الحكومية والأسواق التجارية. أما روسيا، في هذا السياق أيضاً، الزائرون لروسيا الأجانب يلزمون بالحصول على كشف كورونا. هناك عدد آخر من دول العالم ألزمت القادمين إليها بهذا الإجراء، منها المملكة المغربية. أما في الأرجنتين، تمديد تجميد صرف رواتب البرلمانيين والسيناتورات لمدة 6 أشهر قادمة.
في الصين دور السينما يتم افتتاحها ولكن وفقا لشروط التباعد الاجتماعي الصارمة. نتابع. في تركيا مسح عشوائي أظهر إصابة 2.5% بفيروس كورونا من عموم السكان، وهي نسبة إلى حد ما متوسطة مقارنة مع النسب التي تم الكشف عنها هنا في العاصمة البريطانية، حيث ارتفع في لندن على سبيل المثال نسبة وجود فيروس كورونا نتيجة كشف مشابه للكشف التركي بين 10% إلى 2.5%. لأن في تركيا بعد هذا المسح نتحدث عن إيران، وصول أول طائرة ركاب قادمة من الإمارات إلى مطار العاصمة طهران، وذلك بعد تخفيف إجراءات القيود التي كانت تفرضها الدول كلها على السفر الجوي. في العراق الرحلات الجوية السياحية يتم استئنافها، وذلك بعد 4 أشهر من توقف هذا القطاع الاقتصادي المهم. الآن في الإمارات العربية المتحدة صلاة عيد الأضحى المقبلة كما أعلنت السلطات ستقام في المنازل، فيما ستبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة تمشيا مع إجراءات حظر انتشار كورونا وتخفيف الاكتظاظات. هذا الإجراء يأتي خلاف عدد آخر من الدول التي بدأت بفتح المساجد لكن مع تطبيق قواعد تباعد اجتماعي صارمة احترازا من موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا. في الدول العربية الكويت تقلص مواعيد الحظر الجزئي اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وفي الكويت أيضا وزارة الصحة تؤكد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين. حقيقة أيضا إخواني وأخواتي أن الأرقام بين الكويتيين في تزايد، وواضح من نظرة تحليلية بسيطة النتيجة لعدم التزام بالإشارات الصحية. نسبة الإصابات بين الكويتيين وصلت في بعض الأيام إلى 70% من إجمالي الإصابات في اليوم الواحد، والكثير من المصابين مثل ما قلناها في السابق كانت لأبائنا وأمهاتنا اللي يعني أعمارهم فوق 70 سنة، الله يطول في أعمارهم، واللي هم ما طلعوا من بيوتهم ولا يعني اختلطوا مع ناس غير أحبائهم وأبنائهم وأحفادهم اللي قد يعني ينقلون المرض دون اتباع الإرشادات الصحية. أيضا الذهاب للأماكن المغلقة، يعني ملاحظ هناك أيضا أعداد كبيرة تزور الأماكن المغلقة مثل يعني الأسواق وغيرها، ولو حاولنا تطبيق الإشتراطات الصحية بهذا الموضوع لوجدنا عدم وجود ضرورة ملحة لذهابهم إلى هذه الأماكن المغلقة، وهذا مخالفة أولى للإشتراطات الصحية هو الخروج للضرورة. وأيضا بعضهم يعني غير ملتزم بلبس الكمام أو تغطية الفم والأنف بشكل عام، وأيضا البعض الآخر لا يطبق شرط التباعد الجسدي. ونبقى في الخليج العربي، في دولة قطر رفع حظر السفر عن 40 دولة حول العالم اعتبارا من 1 أغسطس المقبل. وفي السعودية المنافذ البرية تفتح مع 4 دول لعودة المواطنين. أما في مصر قرار بتمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم حتى منتصف الليل اعتبارا من 26 يوليو المقبل. في المملكة المغربية الوزراء يتبرعون بخمس رواتبهم لصندوق مكافحة كورونا، والذي يغطي جزءا من الإعانات التي تقدمها الدولة للمواطنين الأكثر فقرا في المغرب والذين يتضرروا كثيرا بسبب جائحة كورونا. في لبنان إعادة افتتاح الصالات الرياضية أمام الجمهور، ولكن بالتأكيد مع تطبيق إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي. نتابع. ايه
صراحة لا أشاهد تطبيق صارم للإجراءات التباعد الاجتماعي، على الأقل كان المفروض يكون هناك مسافة أمان كافية بين المدربين وبين اللاعبين أو بين اللاعبين ومن يعاونونهم. على كل حال وصلنا الآن أعزائي المشاهدين إلى قصة كورونا لهذا اليوم. في قصة كورونا لهذا اليوم نتناول الجدل هنا في بريطانيا حول ارتداء الكمامات في المحلات التجارية. فمنذ اليوم الجمعة 24 من شهر يوليو أصبح ارتداء الكمامات في بريطانيا في الأماكن العامة وداخل محلات التسوق تحديدا أصبح إجباريا ويحاسب عليه القانون، ويتوجب على المخالفين دفع غرامة مالية بمقدار 100 جنيه استرليني عند المخالفة. محلات تجارية أعلنت اعتراضها على هذا القرار ورفضها له، وأكدت أنها لن تجبر المتسوقين على ارتداء الكمامات. في بعض المحلات في شوارع لندن ومحلاتها الفاخرة انتشرت آلات لبيع الكمامات، حيث يستطيع الأشخاص شراءها الكمامات بالشكل واللون الذي يرغبون به ومن الكمامات. نتابع. كما تابعنا في المشاهد هذه أيضا عدد كبير من المواطنين البريطانيين تظاهروا قبل أيام في العاصمة هنا لندن ضد إدارة الحكومة لأزمة كورونا والقيود التي فرضتها على المواطنين بما فيها ارتداء الكمامات كما تابعنا في المشهد، فيما أيضا عدد من المواطنين احتجوا على ارتداء الكمامات وعلى قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي قال اليوم إن بريطانيا ستتخطى أزمة فيروس كورونا بحلول منتصف العام المقبل، لكنه يخشى من حدوث موجة ثانية وارتفاع في حالات الإصابة مما قد يشكل ضغطا يفوق طاقة الخدمات الصحية في البلاد. معي للوقوف على هذه التطورات والقرارات البريطانية المرتبطة بفيروس كورونا وارتداء الكمامات استشاري التخدير الدكتور يوسف الحاج يوسف. دكتور يوسف أرحب بك في هذه الحلقة من كورونا اليوم. دعيني أبدأ معك مع قرار الحكومة البريطانية اليوم بإلزام ارتداء الكمامات في المحلات التجارية. هل هذا القرار يسري على المحلات التجارية أم أنه يشمل أيضا الأماكن العامة التي ممكن يتواجد فيها عدد من الناس في مكان مغلق؟ هو تحية طيبة لك أستاذ جلال، تحية للمشاهدين. يشمل الأماكن المغلقة عموما، ولكن لابد من أن نذكر خلفية هذا القرار. يعني في ظل عدم وجود لقاح، في ظل عدم وجود علاج فعال لكورونا، وفي ظل عدم دلائل قوية على انحسار العدوى بكورونا، كان لابد من أخذ إجراءات التعايش. يعني حصل العزل الصحي هنا في بريطانيا في 23 مارس، دام قرابة شهرين، ولكن أدى لانهيارات اقتصادية واجتماعية ونفسية. فالعزل كاملا غير ممكن، وترك الناس كما كانت غير ممكن في ظل هالمعطيات السابقة التي ذكرناها، لا لقاح لا علاج. هذه الإجراءات إنه ما في لازم تكون بال طيب، يعني أنا أفهم أن القرار هذا أصبح إلزاميا لأن كل من يخالف هذا القرار دكتور يوسف عفوا سوف يعرض نفسه للغرامة. بالضبط، يعني أفهم من كلامك بأنك من المدافعين عن هذا القرار، لكن بعض المحلات التجارية رفضت هذا القرار وقالت بأنها لن تلزم المتسوقين بارتداء الكمامات.
نعم، يعني هلأ هون في عندنا قضيتين، القرار له وجهته من ناحية إجراءات وزارة الصحة أو الحكومة أو الـ NHS أو بوريس جونسون كما ذكرنا وقدمنا، ولكن من ناحية ثانية الشعوب الإنجليزية والغربية وخاصة في أمريكا وحتى هنا وفي كل أوروبا أنه لا تستطيع أن تلزمني بأن ألبس أو لا ألبس شيء. الشعوب غير معتادة حقيقة، ونحن نذكر يعني المنظمات الحقوقية حتى اعترضت على بعض الأقاويل التي تتعلق بنا نحن المسلمين موضوع الحجاب وما حجاب، وكثيرا من الحقوقيين قالوا أن الدول خالفت مبادئها. فإذا ما أريد أن أقول أن الشعوب لا يمكن تقول لا يمكن أن تلزمني بأن ألبس ماسك، أن أفعل كذا وكذا، أين الحريات؟ فالمتظاهرون لهم وجاهة، ولكن الدولة من باب الصحة العامة واعتبرته هذا صحة عامة. يعني المسألة أنا سمعت في التقرير التي ذكرتموه أنه نحن نريد لا نمانع أن نموت، القضية مش أنه أنت الشخص أنا أموت ولا ما أموت، القضية أن لا أسبب هذا لغيري. لذلك من وجهة نظر قانونية بحتة الدولة لها الحقوق. وحتى يعني أنا إذا كنت أضيف شيء، سمحت لي أستاذ جمال، صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، بمعنى لا يجوز لك أن تسبب العدوى. فالقرار له وجاهته، أنا لا أدافع طبعا عن الحكومة البريطانية. طيب، ولكن الآن أدافع الآن على قرار صحي. بالتأكيد أنت توضح المحاذير الطبية دكتور يوسف وهذا واجبك، لكن نعم. بالنسبة للمخاوف التي عرض فيها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ملامح متى يمكن أن ينتهي هذا الوباء، وقال بحلول العام المقبل، إلى أي مدى ترى هذا الكلام واقعي من الناحية الطبية وتطور الاكتشاف أو ربما تطور اللقاح الذي تعد له جامعة أكسفورد؟ هلأ اللي أعلنت جامعة أكسفورد هو دراسة على 1077 حالي، 70% منهم صار عندهم حمى وصداع. ممكن واحد يقول هذه مش مشكلة، نعطي باراسيتامول وبيمشي الحال. في 10% من الحالات احتاجت لجرعة ثانية، يعني الجرعة الأولى من اللقاح ما كافية. ما أريد أن أقوله العدد والفترة الزمنية حصلت بين أبريل وماي، بين شهر 4 و5، العدد والفترة الزمنية قليلة جدا لإنتاج لقاح بالملايين بل ربما بالمليارات. ما زال هناك بحاجة لإجراءات أكثر ومراقبة الاختلاطات البعيدة، يعني الأثر على الزمن البعيد. فلا يمكن بهذا، ما أريد أن أقوله، لا يمكن أن نتفائل بأزمنة قريبة. حتى بوريس جونسون، حتى سارة قبل بوريس جونسون، سارة جيلبرت أحد القائمين على العمل، لما سئلت قالت لا أستطيع أن أعطي تواريخ، نحن بالاتجاه الصحيح ولكن أمامنا الشيء الكثير لعمله ويمكن أن تحصل مفاجآت. فلا يوجد شيء يعني مبلور نستطيع أو أحد يستطيع أن يقول غدا، بعد سنة، بعد سنتين، بعد سنة ونص، أنا بتصور بعد سنة، منتصف السنة القادمة، يعني ربما هناك احتمال. إذا يعني لنكن متفائلين، إذا سرنا بهذا المنح الزمني للمراحل التي قطعها الاختبار على الكشف عن كورونا، وبعد ذلك الإجراءات التي قامت بها الدولة لتتبع المرضى بكورونا وعزلهم في المدن، إلى أي مدى تستطيع الدولة، الحكومة البريطانية من وجهة نظرك فعلا التعايش والتكيف مع كورونا؟ هو يعني الجواب ربما في آخر كلمة قلتها أستاذ جمال، أنه لا بد من التعايش، والتعايش يعني عزل انتقائي. يعني المدينة مثل ما عزلنا هون ليستر من أسبوعين أو 3، في إسبانيا عزلوا مدينتين بدل ما تعزل كل البلد. النقطة الثانية أنه مسح شامل ما أمكن، يعني ومن يثبت أنه مصاب عزله وعزل الذي احتك به، ريثما نصل إلى علاج أو إلى لقاح. ما في إلا الحل، لأنه الحل الثاني اللي أن نعيش كما كنا قبل كورونا غير وارد من الناحية الطبية، وهذا له أسباب وجيهة جدا. وأن نعمل عزل كامل مثل ما حصل بعد 23 مارس آذار، بمعنى لا أحد يخرج من البيوت، أيضا غير ممكن. فنحن بين هذين النارين. هناك مثل عنا في شمال سوريا من حيث أنا، من إدلب، من أرمناز، يقول لا يفنى الغنم ولا يموت الديب. يعني كأننا بهذا الشكل، يعني لا أنت مش قادر تقضي على الذئاب ولا مش قادر تحمي الغنم بالكامل. الآن الكورونا بهذا الشكل حقيقة. ولكن نعم. كلمة أخيرة أيضا، أنتم كأطباء تتحدثون عن إمكانية التعايش الطبي مع المرض وعدم الخطورة التي وصل إليها المرض في هذه المرحلة، لأن عدد الإصابات يرتفع لكن عدد الوفيات يتدنى. هل عدد الوفيات يتدنى؟ ربما ناتج لإجراءات العزل السابقة، ربما ناتج لأن معظم متقدمين بالعمر قد يعني توفاهم الله. يعني هناك تفسيرات، لا يتخذ مؤشر أنه صرنا في السليم.
الناحية الثانية يعني ما زال هناك تساؤلات أن فيروس كورونا يمكن أن يحور نفسه، أن يصاب بطفرات ويطور نفسه شبيه بالأنفلونزا. وأيضا كان هناك تفاؤل أنه عندما يأتي الصيف سيخف كورونا، ولكن وجدنا بإيران في الهند في مصر وفي السعودية وهي بلاد حارة الإصابات زائدة. يعني كل ما حصل هناك تفاؤل يأتي هناك شيء يقلل من هذا التفاؤل، لذلك نحن نسير بحذر شديد، وبصبر صانع القرار الطبي أو السياسي بهذه الأجواء أنه حذر شديد وأثر طبعا على حركة الناس، ونسأل الله يرفع البلاء. شكرا آمين. شكرا لك دكتور يوسف الحاج يوسف استشاري التخدير، كنت معنا عبر سكايب من عيادتك هنا أو في من مشفاك الذي تعمل به هنا في لندن. والآن وصلنا أعزائي المشاهدين إلى الفيديو الختامي والذي نعرض فيه هذه الحشود الغفيرة التي توافدت اليوم في مدينة إسطنبول لحضور أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا تعقد منذ إغلاقه قبل 86 عاما. هذه الصلاة التي حضرها كثيرون، وكان في مقدمة من حضرها اليوم في مدينة إسطنبول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أترككم مع هذه المشاهد وإلى اللقاء. بلى من كسب سيئة بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم الله أشهد أن محمد رسول الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليم.